الحلويات والمكسرات من المنتوجات التي تشهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين، فهل يتم غش المواطن عند شرائها؟ وهل هناك طرقاً وأساليب يمكن للتجار وأصحاب المحال استخدامها لغش المستهلك؟ يقول محلي شنو اللوز مالتنا مال الشمال، يكسرون لبا يجيبون، والمستورد شنو فستق غازو لوز أكو الجوز أمريكي بندق زبيب أكو محلي زبيب أكو مستورد. تختلف أنواع المكسرات وطرق إعدادها قبل عرضها للبيع أمام المستهلك، وتختلف أسعارها بحسب كل نوع وطريقة للإعداد. فهل يمكن غش المستهلك عند تحضير هذه الأنواع؟ أكو من يقلي الكرزات، من يقلي الكرزات عنده خبرة، صاحب خبرة يقلي لك هيجي يصير طعمه كلش طيب. أكو معامل ما يعرف يقلي مالته، من يحمصها يحمصها ما يعرف يطلع مو طعمه هالقد. وهسه كل المعامل اكو منافسه، يبيع ارخص يسوي شويه حمصه، مو غش هذا، شويه حمصه ويبيعه اقل يبيعه، بس من تجي اذا حمصه زايد لا يقل الوزن، من يقل الوزن لازم يبيع شويه اغلى. المواد التي تستخدم في صنع الحلويات والمكسرات تختلف جودتها واسعارها، فهل تعدد أنواعها يجعلها عرضة للغش واستخدام مواد رديئة الجودة في صناعة الحلويات وبيعها بسعر الحلويات المصنعة من مواد عالية الجودة؟ حلويات شنو هو؟ هو شكر ونشا وليمون دوزها، يخلون بي يسوون حلقوم، يخلي بنكهة برتقال، يخلي بنكهة عنب، يخلي بنكهة ليمون، يسوي حلويات. بس هاي النكهة مو طبيعية كاك سعد، هاي النكهة مو طبيعية. نباتية، هذا نباتية، يعني يستعملون نباتي، هذا مو طبيعي. النكهة ماك وينك برتقال طبيعي، هذا نكهة نباتية يخلون بي طعم، ينطي طعم البرتقال، ماكو طبيعي، وينك طبيعي، جيب لي نكهة طبيعي مع البرتقال، لازم تعصر البرتقال، يلا تخلي بالجدرية مال حلقوم. ما اكو نكهه طبيعيه مال مستكي مال علج، بس هذا غالي، هذا يستعملون بتركيا، الكيلو ما تب 10 اوراق 1000 دولار. اها هنا ما يخلون، اكو نكهه تشتري الشيشه مالته ب 20000 دينار تخلي بيه. وهاي ايش قد تكفيك؟ هذا يكفي، هذا يكفي، كلنا يعني كل جدريه يخلي ملعقتين ثلاث ملعقات، القبغ مال الشيشه ثلاثه يخلي بيه، اربعه يخلي بيه. كل جدرية تقريباً 50-60 كيلو يخلي بيه.